رن رن جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير والورد والسعادة وراحة البال والطمأنينة والأسبوع الجاي والويكند الجاي إن شاء الله يكون ويكند سعيد على كل أصدقائنا الحبيب مساء الخير يا عبد الله مساء الخير يا مشاعر منور بالأخضر الله يسلمك أنت منورة بالبرتقالي والكحلي اثنين ريال في عملوان معروفة يعني هذه مساء الخير لكل الأصدقاء الحلوين في حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال إن شاء الله الحلقة تكون مميزة بتواصلكم ومتابعتكم فيها معلومات وفيها نوع من الفرفشة والكاريزماتية توني كنت بقول اليوم راح نقدم هالحلقة أنا وزميلي الكاريزماتي عبد الله مال الله أكيد اللي يطل عليكم لمدة يومين اليوم وباكر ويختفي الأسبوع الجاي إن شاء الله على خير والأسبوع اللي بعده إن شاء الله على خير يسهل عليه ويرد واختفي أنا وتختفين أنت الدور هاي تبديل أعطي علامة الكابتن حق مشاعر جامات اليوم عبد الله اليوم صار كاريزماتية أنت إيه كشتي كاريزماتية نيو لوك إيه لا ترى الحين موضة صدق اي والله ايه انت الحين العالميات يسوونها انت ما تسوينها خليني اقول لك سر الخلطه شنو الحين مو دائما البنات شنو حاطه بيبي اي لا خليني اقول لك السر الحين دائما البنات يروحون صالون يسوون شعرهم وشي فانا قاعده افكر في يعني ابي حل ان انا ما كل يوم استشور شعري استشور شعري استشور شعري احترق ايه شنو اكتشفت العيب الاستشوار لا تغسل شعرك زين وهو في ماي توعي شايف صغار 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 وتنام تقعد صبح تفلهم الكشي هالكبر حلو ممتاز وتطلع شي على الهواء لا اوكي خلاص انتقل حق النقطة اللي بعدها يعني اطوف النقطة اللي كنت ابي اقولها انتقل حق النقطة اللي بعدها حتى انت رأي الشباب الحين صارين هبة بعد يسوون شعرهم ينام يقعد يصير ستايل كذي صج عاد اذا اللي قاعد يتابعون ان الشعر يكون حلو اول ما تقعد من النوم بس يعني شوي اوفر انه ممكن انه يكون انيق عرفتي يصير بس حركه حلوه عرفتي كنا قصه وحبات الجديده اللي قاعد والله شباب ما لهم خلق يمشون شعرهم من الصبح توقع لي الموضه من وين تطلع شعول من شخص واحد مشهور زين هالشخص هذا من يسوي له الصرعه هذه واحد مصروع نفسه لا شو انا اقول لك في ناس يقولون يعني الموضه من وين تطلع اذا كانت بقصه الشعر ولا باللبس هبه مو الهبه من وين تطلع انا اقول لك المصممين اي المصممين العالميين يسوون قصات بالشعر اول ما يبلشون فيه يحطونها حق منه حق المشاهير العالميين امثال عبد الله مال الله توم كروز مشاعر عقيل انجلينا جيسيكا البا هذيل الخمسه يعني اذا بلشوا بالقصات ومن في منهم اثنين كلمه مختلفه اللعبه تلعبها انزين اطلعوا الكلمه المختلفه من بين هذين الاسماء اللي قلناهم اذا سووا القصات مثلا واللاعبين العالميين كريستيانو رونالدو وميسي لا تبون طاري اي لعب المهم انزين يسوون قصات تصير هبه والمغنيات يسوون قصات تصير هبه بس الفكره جايه من مصممين عالميين بعدين عاد شو يسوون ينزلونها بالسوق اذا صح. كانت الملابس ينزلون عاد بالماركات كلها سواء كانت ماركات غاليه ولا متوسطه ولا اقل شويه موجوده بالمجمعات التجاريه تلقى نفس الستايل من مصممين عالميين وتبلش الهبه صح على طاري الهبه عندي واحده من صديقاتي اليوم قاعد نتكلم عن الموضه وشان صارت اسعار غاليه وكنت قاعد اتكلم ان انا بشتري مثلا جهاز تليفون سعره غالي اللي انت قلت لي عنه ايه. عرفت كانت تقول انا عندي خطه اني انا شلون اخلي مشاعر تفلس ادز لها الاشياء الغاليه كذي واقول لها مشاعر هذا حلو خذيه انزين قاعد اسولف لها كانت تقول ما يصير وهذا اسراف وهذه الدنيا بتروح وانا زهقت ما يكون قلتي لها من منو الموضوع لا ما قلت لها تخيل طول ما احنا ماشيين وهي تقول نفس الجمله نفس الجمله نفس الجمله قلت لها يا جماعه يعني تفائلي احنا يعني عايشين بحياه مره واحده لازم واحد يستانس بالفلوس اللي عنده ما يصير واسراف ولعوزتنا لما خليتها عاد ومشيت وهي قاعد تكمل سالفتها يلا ان شاء الله تشترينا اي الحين قاعد تبنى اي ان شاء الله ان شاء الله وايد حلو هالشيء اللي انت راح تاخذينه انا ما راح اقول شنو هو لانه دعايه وبنفس الوقت ما يصير نقوله عموما والله مو محتاج وانت مو محتاجته اصلا زين انا بس ابي اذكر على السريع شنو حلقه اليوم او شنو راح يصير في حلقه اليوم الفقره الاولى اليوم معلم من المعالم الجزء الاول كان توين تاور اللي في ماليزيا اليوم راح نتكلم لان احنا قلنا الاربعاء راح نتكلم عن برج خليفه
اللي موجود في دبي تحديدا في دولة الإمارات العربية المتحدة. راح نسولف عن يبهرني هالبرج اي جميل وراء، وعندنا فيديو ايضا قصير جدا عن هذا البرج، وفي بعد صور خاصة لفترات تصميمه، مو تصميمه، فترات انجازه هذا البرج الجميل وراء، اللي اطول برج بالعالم الحين، هو يعتبر اطول برج بالعالم. بعد شوي راح نسولف عنه، ولكن الفقرة الثانية راح ناخذ اتصالات، الفقرة الثالثة صندوق، والرابعة راح يكون تويتر البرنامج واتصالات ميكس بسيطة. حلو، قبل بس نتكلم عن هذا الموضوع اللي هو برج خليفة، تدري ان انا كل ما اروح دبي اظل والله عبد الله واقفة تحت شي بس اطالع البرج هذا، شكله شي ما ادري، احس انه شي غريب. ويا النافورة الراقصة الموسيقية، هو رائع. لا بس لما نقعد بالقهاوي ان شاء الله يوم الخميس بالليل ادز لك الصورة بالواتساب وانا قاعد. تقهرني؟ لا مو اقهرك، بالعكس انت شايفه اخوك انه مستمتع. اي صح. شلون تقهرني؟ هي كلها شي حياتها، انك تذبحني ليش؟ ليش؟ وانا اعتبريني يعني اخوك انه مستانس بيوريك صوره ان انا هناك يعني. اي اي وستوى برج خليفه عشان شوف، خليني اقول لك سالفه اللي صارت لي مع برج خليفه، اللي حادثه معاه. كنت تحت برج خليفه قاعد طالعه، قاعد اقول بخاطر ان انا اسكن برج خليفه، يعني ودي انا بالفندق. قاعد اقول لك انه اي بالفندق الموجود فيه. إيه؟ كان اقول حق واحده من صديقاتي والله العظيم هي هم تحب هذا البرج وهم يبهرها ناس، كان اقول لها انا ما راح اسكن الا لما انت تسكني فيه يعني مع بعض. كانت تخليني هي تسافر تسكن فيه وانا للحين ناطره. هني قررتي شفتي فرق؟ انا ما اخرج، انا دزت لك صوره بالواتساب اذكركم واقول لكم انه يقهرني. يلا ما شو اسوي؟ خلينا نتكلم عنه. يلا خلينا نسولف عن برج خليفه، ناطحه سحاب تقع في اماره دبي بالامارات العربيه المتحده، ويعد برج خليفه اعلى بناء شيده الانسان واطول برج في العالم بارتفاع 828 متر. هذا هو البرج وهو اجمل ابراج العالم. حلو، بدا بناءه في 21 سبتمبر 2004 وتم الانتهاء من الهيكلة الخارجية له في الأول من أكتوبر 2009، وتم افتتاحها رسميا في 4 يناير 2010 ليصبح البناء الأعلى في العالم حاليا. صحيح، كما ذكرنا في البداية أن أطول برج هو برج خليفة، يبلغ نفس اللي قلنا عنه 828 متر بمساحة إجمالية تبلغ 4 مليون متر مربع، ويضم هذا البرج 180 طابق، ويضم كذلك فندقا يتكون من 403 أجنحة فندقية، وفيه أيضا 57 مصعد كهربائي، أما سرعتهم فتصل سرعته إلى ما يقارب 10 ثواني في أو 10 طوابق، يعني 10 أمتار نقدر نقول في الثانية الواحدة، يعني إذا إجمالي كامل 500 متر تحتاج 55 ثانية، 500 متر نص كيلو تحتاج إلى 55 ثانية، هذه هي سرعة الأسانسير اللي موجود، وفي فندق واحد معروف ما نقدر طبعا نقول اسمه لأنه مشهور جدا. طبعا البرج هذا يضم أعلى شرفة مشاهدة مفتوحة للجمهور، وكذلك أعلى مسجد وأعلى مطعم وأعلى حوض سباحة، فضلا عن أرقام تخص مكونات البرج الذي شارك بتنفيذه نحو 12,000 عامل ومهندس منذ بدء إنشاء عام 2004. بلغت تكلفة المبنى حوالي 1.5 مليار دولار بإجمالي مساحة مبنية 526,760 مترا مربعا، مقسما إلى طبعا إلى وحدات سكنية كبيرة، طبعا يضم 124 طابق ضم حوالي 1044 شقة سكنية، قيل أن 90% منها باعوا رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري بالمنطقة، بالإضافة إلى شركات وفعاليات تجارية. شراب صحيح ما نضطر. إنزين خلينا نتكلم عن برج خليفة، الناس كلها عارفة سبب تسمية هذا البرج هو برج خليفة مع أنه موجود في دبي. لما نتكلم عن أثناء الافتتاح أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي عن تغيير اسم البرج، كان اسمه بالأول برج دبي إلى برج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك كتكريم له على جهوده وعلى دعمه اللامحدود لدبي وغيرها من الإمارات الأخرى في البلاد. سموه في الأخير من برج كان تحديدا مفروض اسمه برج دبي تغير إلى برج خليفة، والحين الأشهر عالميا. أنا قبل شهرين أو 3 أشهر كنت موجود وين؟ في فيينا في النمسا تقريبا، يعني شوفوا من كثر ما هو برج خليفة شهر العرب، في ناس عاد على حسب الثقافات، في ناس عارفة مثلا الدول العربية، بس في بعض المعالم تشهر العالم العربي من شيء بسيط، لأنه هو يعتبر أطول برج بالعالم، فاللي فاهم أنه عنده معلومة أنه أطول برج بالعالم في وين؟ في شرق الأوسط. أو لا بدبي تحديدا، يعني يقولون كلمة دبي
حتى مو عارفين، يمكن مو عارفين دبي يعني دبي اسمها؟ دبي وين عشان كذي. وانا كنت ماشي في فيينا واحد تخيلي ناداني، ما قال لي انت خليجي ولا قال لي انت عربي، كان يقول لي انت عبد الله. لا يا انت عبد الله اغشي اطيح وانا اسف زين. لا قال لي انت من دبي. واو يعني من كثر ما ما شاء الله دبي مشهوره. تدري بعد شنو اللي شهره اكثر؟ تصوير الفنان العالمي توم كروز فيلم مشن امبوسيبل 3. صح كنت بتذكر، انا كنت بقولها بس انت ذكرتيني فيها. طبعا توم كروز مثل في البرج روعه. توم كروز بالفيلم يعني ايه عجيب والله، هو اصلا روعه هذا الممثل الجميل طبعاً. باخلاقه طبعاً. ومتواضع جدا، انا شفته بالبدء كان جدا متواضع بصراحه. وين خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big. فيديو جميل عبد الله. امانه اذا رحت دبي كنت بقول لك يا، بس قالوا لازم نرد عشان اضل السالفه بقلبي. اذا لقيت الشاحن مو بدبي شي دز الكويت ان شاء الله تستاهل. شو اسم هذا اللي يدزونه شي؟ انا على فكره انا رايح يعني، هي يعني انا وايد احب دبي وكذا مره قلت على الهواء مباشره ان اكيد حلوه على الهواء مباشره زين. قلت ان لازم بالسنه لازم اروح اقعد دبي، حتى لو بروح انا اصلا الاجازه مالتي او السفره بشكل عام هي شرق اسيا رايح تقريبا تحديدا، ولكن انا اخترت اني ابلش فيها بدبي بعدين اكمل رحلتي علشان تكون يعني نوع من التغيير. صح احنا عاده يعني دائما عندنا بالكويت هنا كل عائله تقريبا من 4 إلى 5 مرات بالسنه هم موجودين بدبي. صح نحرص على ان احنا نزور هذه المدينه الجميله اكيد اللي احنا نفتخر فيها. طبعا راح نكمل حلقتنا معاكم مع الاتصالات والتغريدات الجميله من بعد. ردنا وياكم من بعد الفاصل في الفقرة الثانية في برنامجنا. يعني احنا ما نسينا ولكن تذكرنا ان اليوم عندنا عيد ميلاد جميل لشخص يعني رائع، وهو من الكناترة اللي انشهروا من خلال برنامج سيدي الأبطال ماجد. كل من يعرف اليوم عيد ميلاده نقول لك كل عام وانت بخير يا ماجد، وهذه منا تهنئة من برنامج سيدي الأبطال لك يا ماجد، يعطيك العافية. فإذا كان الناس حبتك فمن أخلاقك الجميلة، مع أنهم ما شافوك هذا شيء صعب جدا، أني أنا أحب شخص وما شفته للحين، ولكن أخلاقك وأسلوبك الرائع مع الناس من خلال ردك عليهم للاتصالات عشان الناس تفهم بس أن ماجد من هو هالشخص، لازم إحنا نقول هو الشخص اللي يرد على الاتصالات علشان يخليهم مستعدين على الهواء مباشرة، وهو موظف في تلفزيون الراي. أنا أبي أقول حق أخي، أنا أقول له ماجد كل عام وأنت بألف خير يا ماجد،
وان شاء الله يا رب ان انت يكون في منك وايد من الشباب، لان انت ستتمتع بالاخلاق والهدوء والجمال والابتسامة الرائعة وكل شيء حلو موجود بهالإنسان ماجد. أمانة يكون قاعد بالكنترول ما يسمع غير صوته لما قاعد يكلمكم، قاعد نشوف أسلوبه شو يتعامل معكم حتى إحنا معنا كزملاء. فأقول لك الله يهنيك إن شاء الله بشبابك يا ماجد، والله يخليك حق أهلك، وإن شاء الله يا رب نشوفك بأعلى المراتب. طبعا ماجد شاب جامعي، فإن شاء الله يا رب نشوفه ماخذ الماجستير، وإن شاء الله نشوفه ماخذ الدكتوراه، ومنها للأعلى إن شاء الله يا ماجد يا خيي. صحيح، كل عام بخير. هذه الأغنية لك يا ماجد، وبعد شوي أكيد راح يبلشون الناس يهنون. بقول شيء الحين إحنا قاعدين نقول حق ماجد كل عام بخير، مهندس الصوت ورد علينا يقول شكرا ماجد قاعد يمه تأكل. أنا لاحظت هالشيء، أنا بالي معطيه توكيل، قلت يمكن معطيه توكيل، عرفتي. يلا خنبلش بتويتر البرنامج. ثلاثة تويتات بتويت واحد من شخصية اليوم تكلمت عن الصمت، ما أدري ليش. جابت التويت الأول وقالت: فوائد الصمت: عبادة من غير عناء، هيبة من غير سلطان، حصن من غير حائط، الاستغناء عن الاعتذار للآخرين، ستر لعيوب الجاهلية. واحد. اثنين: استغلال الوقت في التأمل والتسبيح. الصمت يجعلك تسيطر على اللي أمامك من خلال نظرات محملة بمعاني غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها. هذا الثاني. الثالث: الصمت المصحوب ببعض الإيحاءات، هي كاتبة مرتين معدلتها الإيحاءات بين قوسين، يرغم من أمامك في البوح بما في داخلها فيقول أكثر مما تريد، فعلا أنت اللي تريده. صديقتكم ها أخيرا خاتمة أسماء مرغم اللي دائما تتواصل ويانا. شكرا يا أسماء، وطريقة حلوة من خلال تعليقك في تويتر البرنامج لموضوع معين. ثلاثة تويتات حلوين. حلو، ترى الصمت نعمة مو الكل يمتلكها. يعني أنا خاصة ما عندي هذه نعمة الصمت. ساعات يكون الصمت من ذا أقعد أسولف بيني وبين نفسي، أحسب أسولف بروحي، تلاقي بالسيارة قاعد أسولف، رايح الامتحان عندي امتحان أسولف بالسيارة بحلال، أطق إشارة طلع يمي ورد مرة ثانية أحفظ. مثلا متضايقة من شيء أقعد أقول إذا ليش يصير شيء، إذا أوكي فكري بينك وبين نفسك، سكتي مش أحد، ماكو لازم أقعد أسولف أسولف أسولف. انت معي؟ انا وياك، وانا وياك ايضا من النقطه اللي قلتيها، وحتى لو مو عاجبني بس وياك اشكر. انا قلت كل شيء عشان ابري ذمتي، بس انا من الناس اللي كنت سايلنت صدق مشاعل، يعني هذه بقول لك وانا صغير كنت انسان صامت سايلنت، مو خوف ولكن دائما ما احب اشارك او اخجل اني اشارك في اي حديث او اخجل اني انا اكون او تكون لي صداقات اجتماعيه، بس سبحان الله هالشخصيه هذه صارت مذيع يتكلم وهم حتى هادي على الهواء مباشره، وهم ما عندك وايد علاقه اجتماعيه، انت مو من النوع اللي وايد 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 عندك ربع، شي عندك ربع معينين وخاص العلاقات الاجتماعيه تمت نفس الصفه، اني انا عندي ربع خاصين، مو من النوع اللي عندي كل يوم صاحب وكذي، لا عندي ناس معينين احب اطلع وياهم احب اسافر وياهم. خلينا نشوف مع بعض هالمقطع الجميل اللي الصمت يطغي على الأطفال ولكن بطريقة أخرى. شكرا يا أسماء على هذا التعليق، خلينا نشوفه. لقطات وايد حلوه وجميله من اليوتيوب. صحيح هذه لقطات رائعه، شكرا للناس اللي تصور بصراحه واللي تمتعنا من خلال لقطات حيه وجميله، وان شاء الله نشوف لقطات قادمه بالحلقات القادمه في البرنامج.
قبل أن ناخذ اي اتصال بس ايضا بعلق على تويترنا. مساء الخير، شحالكم مشاعل عبد الله؟ والله منورين شاشتنا بطلتكم الحلوه بنت الامارات، شكرا. هديل تقول منورين عبود شعوله، وكل عام وماجد بخير والعمر كله يا رب. كلما احسنت ظنك احسن الله حالك، وكلما تمنيت الخير لغيرك جاء الخير من حيث لا تحتسب. والله. محبتكم لوتي. صحيح هذا الكلام. اهلين، مساء الخير. لا تثق بشخص ترك الصلاه فقد يترك كما فقد يتركك كما هجر ربه. النوسة، شكرا لك. مساء الخير منورين عبود وشعوله، احلى ثنائي بالدنيا، وحشتوني حيل، واليوم شكل حلو، احبكم من فاتن. شكرا يا فاتن، واقول لي اضواء سلامات، واحنا نقول لها ايضا سلامات يا اضواء. عسى ما شر، احنا ما ندري، بس ان شاء الله خير. مساء الورد، شعوله طالعه قمر، سمعوني اغنيه عيد ميلاد اليوم، عيد ميلادي شعوله، احبش حيل من همسه وفاء. يلا نحطها ثاني مره حق همسه وفاء قبل ناخذ صار. هذه لك يا همسه وفاء، كل عام وانتي بخير. جديدة هذه، ونقول كل عام بخير حق كل شخص قاعد يتابعنا. اليوم عيد ميلاده، قاعد يحتفل مع هلا من اليوم، فنقول لك كل عام وانت بألف خير. انت ما خاف يرجع عيد ميلادي؟ لا خلاص، بس مره حلاوه وناسه. ما بقى شيء، خلص الشهر صح؟ خلص الشهر أربعة. خلص ليش؟ احنا 24 يعني يعتبر خلص، احنا نقول خلص. اي حق اللي ما عنده جامعه يعتبر خلص. اي ابقى 24. شوفي انت دشيتي ويكند، خلص الشهر. شلون 24 25 26 27 28 الدوامين 29 30 اسبوع، شو خلص؟ باقي شويه. اي باقي شويه على اشياء. اي باقي شويه. بقول شغله، بقول حق طلبات الحين قاعد يتابعونا من الجامعه، دشوا محاضراتكم، نكستوا الروبتين، دشوا محاضرات ولا تابعوا الحلقه، طبعا تابعونا من خلال التليفون. اي لا دير بالكم. يلا اخر تويتين بس بعدين شعو تاخذ صل. يستاهل ماجد كل خير، ونقول لك العام هو بالف خير، وعقبال العمر كله ان شاء الله. والله وقف الدراسه، عقبال التخرج يا رب. صديقتكم روح الكرار. زنوب تقول منور يا الغالي، وجه تحياتي لجروب عشاق عبود، ولك يا عبود اكبر تحيه. شكرا يا زنوب، هذه تويتين بس، تحيه كبيره لهم اكيد. وخلنا ناخذ هالاتصال معنا ونقول الو. فطوم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. فطوم جاهزه تلعبين معنا؟ جاهزه. يلا حبيبتي، مع بعض نشوف اللعبه. Yeah. يلا اختاري رقم. خمسة. خمسة. لغز. لغزك يقول، اللغز يقول شيء موجود في السماء إذا أضيف إليه حرف أصبح في الأرض. منجم. منجم صح. يلا رقم ثاني. ثلاثة. ثلاثة. واو. هدية راح تبطلش ثنتين. يلا اختاري رقم غيره. رقم أربعة. 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 عندك سؤال، سؤالك يقول مفرد كلمة أسرار. سر. سر صح. عرفتي الصورة؟ عنب. شنو هذا؟ عنب. لا مو عنب، شيء ثاني. شنو؟ لونه أحمر، إذا تدمر الواحد ضاع ما يروح. مو دائما ناكله إحنا، مو دائما، مو عادة يكون موجود. غنوا عنه. تلميحة. هلا يا رمان. رمان. إيه رمان. صح صح. أم بيت شنو الرمان محطوط بصمونة؟ منو؟ أنا الصورة عندي واضحة شيء. ممكن أختي تبغى بنت خوي تبتكلم. ماشي، منو اللي بيتكلم؟ بنت اخوي اسمها الماء. بنت اخوك؟ ايوه. عادي بنت اخوك. الو. الو. حياتي شلونك؟ طيبة. كم عمرك؟ سبعة. تسعة. العمر كله ان شاء الله بتغنين؟ انا احبك. انا بعد احبك حبيبتي. بتغنين؟ لا بلعب. تلعبين؟ بلعب. ماشي. نلعب مع بعض. اعطيت سؤال من عندي. عدد سؤال. انا راح اسالك سؤال، واذا جاوبتي صح راح تفوزي معنا. اوكي هاي. يلا، صح ام خطا يعتبر الغزال من الحيوانات المفترسه؟ اذا جاوبتي عليها بعطيك هديه. صح ولا غلط؟ سكرت الباب. شنو؟ سكرت. خطأ. عافية عليك شطورة، وانت فزتي معنا. انتي
وخالتك تصير او عمتك لان انت بنت اخوها او بنت خالتها او شيء كذي. فتحيه كبيره لكم وشكرا على اتصالكم وتواصلكم معنا. 36 نيك نيم يقول لك مشاعل وات. هي تحبك طبعا تقول عادي اذا جيت الكويت اي سيدي الابطال عمري 15 سنه طبعا عادي عادي اكيد تنورنا. اوكي هذا تويت بس حبيت اقوله. اذا تقدرين انتين عادي اذا احنا نقول الاعمار اللي تتواجد في البرنامج نذكر يلا عشان 36 ترتاح ان الاولاد يجون طبعا ما ماكو بدايه في العمر الا شايفين. حتى احنا ما شاء الله مشاعل شالت رضيع على الهواء ليه عمر معين. البنات نقدر نقول 15 عشان 36 يعني عشان انزين. والصبيان 13 14 مو 15 انزين بس مو 15 هذا الاعمار. اقول لك 15 مي هو نفسه هو من نفسه ما راح اذا صار عمره 15 الا واحد انا بريك ردي. ردنا وياكم بالفقرة الثالثة كل أربعة في البرنامج نلعب وياكم لعبة الصندوق. 45 ثانية للاتصال الواحد في كلمة واحدة تساعده يختارها من بين الكلمات اللي عندنا وهالكلمة تخليه يسأل أسئلة احنا نجاوب يا إي أو لا وبعدها لازم يعرف شنو داخل الصندوق. أول اتصال نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شي بدور؟ زين شلون تشعولة؟ زين الحمد لله. من وين بلقى يضحك؟ أختي. صدق اسمها؟ ريم. ريم تحية كبيرة حق ريم الحلوة، إن شاء الله دومها الابتسامة يا ريم. رقم بدور من واحد لي خمسة. هذا أربعة. واحد أوكي وهذا خمسة. أربعة. واحد اثنين ثلاث أربعة، أحب رقم أربعة أنا. الكلمة اللي مسنن. يلا مع التايم سأليني شنو الشيء ممكن يكون مسنن وموجود داخل الصندوق هذا؟ سألي. شنو؟ مسنن. ممكن تعيدين السؤال؟ مسنن شيء مسنن. أنت سأليني في شيء داخل الصندوق عشان تعرفينه. يستخدمون البنات. يستخدمون البنات. إيه. مش. بعد شنو؟ سأليني. شباسة؟ لا أنت عطيتيني إجابة مو شباسة. أعتذر منك يا حبيبتي مع ألف سلامة يا بدورة يا حلوة. ناخذ اتصال ثاني. ألو بنت المملكة. ألو مرحبا بنت المملكة. أهلا شلونك عبود؟ والله أنا تمام. أنت شلونك أخبارك؟ الحمد لله زينة. يلا نلعب لعبة الصندوق. يلا اختاري من واحد لأربعة. اثنين. اثنين غير انه مسنن لاشكال عديده اوكي ما له شكل محدد نقدر احنا يعني نقول بس هذا هو الشكل. في وايد اشكال مسنن ولا اشكال. 45 ثانيه بنت المملكه. يستخدمون كبار وصغار. كبار وصغار. حريم ورجال. حريم ورجال. الكل يعني بشكل عام الكل. البيت وين يعني بالضبط؟ ما اسمع. البيت ولا وين؟ اعطيني واحدة انا اقول لك اي او لا. اختاري مكان وانا اقول لك اي او لا. في الصالة. ممكن في الصالة. في المطبخ. في المطبخ وفي كل مكان. يلا اعطيني اجابة. هذا انتهى الوقت انا موسيقى وقفت او انتهى. يلا بعد بعد كل مكان. ها اعطيني اجابه. سكين. سكين لا مو سكين. اجابه خاطئه. شكرا يا بنت المملكه. يلا اتصال اخر معنا ونقول الو. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. منو معي؟ منال. شلون يا منال ولا منار؟ منال. منال عاشت اسامي يا منال. منال شو اخبارك؟ الحمد لله زين. منال جالسة تلعبي معنا؟ بغيت أسلم عليكم حبيبتي وأقول حق عبد الله تروح ترد بالسلامة. الله يسلمك تسلمين أختي ما قصرتي. عواشة تلعب. يلا عطينا عواشة. ألو عواشة شلونك؟ الحمد لله حبيبتي عواشة. يلا جالسة تلعبي معنا؟
يلا اختار رقم من 1 إلى 3. علما ان هذا 1 وهذا 3. 3. بلاستيك. نوع من انواع بلاستيك. تايم. سأليني عواشة. تستخدمون بنات السيارة؟ تستخدمون بنات السيارة؟ ايه بنات وشباب يستخدمونه. شنو؟ كبار وصغار. ايه كبار وصغار. موجود في المطبخ؟ موجود في المطبخ. مو شيء اساسي بالمطبخ. لا موجود في الغرفة؟ موجود في الغرفة. شنو؟ موجود بالغرفة. موجود بالغرفة. بس البنات؟ بس البنات؟ بنات وصبيان وكبار وصغار. مشط؟ مشط؟ إيه مشط. مشط؟ صح. مشط؟ مشط الإجابة الصحيحة. صح صح صح. صح. مشط حياتي. قلت ما تبي تشوف المشط؟ أبغى مشط حياتي. ما تبي تشوف المشط؟ أنا مشط. هذا مشطنا. يلا عواشة واجي تحياتك. إيه إيه إيه. Thank you. الله يسلمك حبيبتي مشكورة. وماجد كل عام وانت بخير. شكرا يا صديقتنا الحلوه عواشه، يعطيك العافيه على اتصالك الحلو هذا. وماجد يقول لك وانت بخير وصحه وسلامه. نرجع لتويتر. بنت السعوديه تقول عبود ممكن سؤال؟ ممكن اذا كان على مستوى البرنامج ممكن. منور بالاخضر وسلامي عليكم يا سعوديه. انا متعمد ترى زين، وانا اليوم لابسها اصلا. لا ما فيها خلاص. لا كذي طلعت يعني. بس تحية كبيرة حق نادي العربي اليوم راح يلعب. نقول لهم جود لك. أكيد جود لك طبعا. مع فريق منو؟ العاصمة الجزائري. موفقين إن شاء الله يا شباب بالديرة، وإن شاء الله يا رب تفوزون بنتيجة 10-0 إن شاء الله. يلا نطمح فريقنا. شنو 10-0؟ خليك معقول. طموحة طموحة. يلا أوكي. أنت مو تقول تفاؤل؟ تفاؤل بخير تجدوا 10. إنزين إن شاء الله. بس هو نهائي مشاعل، نهائي كأس العرب، يعني فريقين وصلوا للنهائي تصير النتيجة 10-0. يا عبد الله الحين خلاص 3-0. والله أنت شنو عبالك؟ عبالك بايرن ميونخ وبرشلونة 4-0 وما شنو عبالك؟ أنا مالي شغل. ما تصير. أسعد الله مساكم مساء الرضا من رب رحيم. منورين أخوي عبد الله وصديقتي الجميلة مشاعل. تحياتي لكم وحبتكم عواطف المطيري. هي كبيرة لها. شكرا يا عواطف. 3 تويتات مسويتهم يعني نفس اسمها. شكرا حركات. أوجه تحياتي حق أحلى فنانة شجون. شكراً إن شاء الله واصلة وإحنا نوجه لها تحية. أنا بوجه تحية. لا عواطف طلعت مو 3-10. إنزين في تويت ما أقدر أقوله. رموش تسلمين يا رموش لأن إحنا الاثنين ها. لا عاد شيء إيجابي عشان أحد يفهم غلط. بس ما يقول. لا ما يصير. بعد عندنا عواطف لا تكفين. طيب يا عبود ليش كذا كل الحب لأهل الإمارات؟ زعلانة وإحنا من الكي إس إيه. لا يعني انا الخليج كله احبه، انا ما قلت كل الحب، بالعكس انا الرياض جيت لها مرتين وجده مره وبعد وين رحت طبعا غير العمره والمدينه. غير إيه لمن مكه والمدينه طبعا. لما رحت العمره ورحت الحج مكه والمدينه يعني انا بالعكس احب اروح، ولكن يعني اقول يعني انا مو قصدي شيء، بس حتى اهل البحرين راح يزعلون. انا البحرين ولا مره رايح لها. انا رحت معني انا احب اهل البحرين وايد. عمان رحت. بعد وين رحت؟ عمان. هي صدق. هي والله رحت يوم واحد. والله نفس الطيارة رحت الصبح بزنس ورجعت الليل. حركات. الله يسلمك شكرا. بعدين رحت عاد. المهم مساء الخير. متى نبي حلقة 25/12/2012 موجودة ترى باليوتيوب. شهر 2012 كله موجود، 2013 بدايته كله موجود، فأنا متأكد إنه موجود. مساء الجوري للعسولين عبود وشعوله بتنور دبي. عبود وطلتك الجميله وانت شكل حلو واحنا نحبك وايد، وكل عام وماجد بخير من بثون. شكرا يا بثون. بعد انا احلى برنامج، برنامجكم مستحيل اطوف ولا حلقه. وجه تحياتي لفوفي اختي ولكم اصدقاء البرنامج، احبكم ومعاكم كدوشه من الرياض. شكرا يا كدوشه. اميره الورد يعطيك العافيه. القناعه. ايش رايك بالقناعه؟ كنز لا يفنى. انت من الناس القنوعين؟
قولي الصدق. اي قنوعة بشنو؟ اي مالتك هادية وايد. انت من الناس القنوعين؟ اي زين. دليل الأمانة والأمانة دليل الشكر والشكر دليل الزيادة. انا الحمد لله من الناس القنوعين شعولة بعد بس اي زين. شعولة بنت السعودية تقول أحبك وايد وتوجه تحية خاصة لماجد بمناسبة عيد ميلاده. كل عام وانت بخير يا ماجد. لعبنا الصندوق في هذه الفقرة ولكن عواشة عرفت شنو داخل الصندوق واللي كان اليوم موجود هو مشط. في كلمات ثانية أخرى موجودة مساعدة عند شعول نقدر كل الناس وللزينة ومن بين الناس بلاستيك وفي منه أشكال ومسنن. صحيح للزينة طبعا شكل حلو حلو وايضا للناس كلها كبار وصغار مثل ما قلنا وبالاضافه الى الكلمات الثانيه بكل مكان. وشنو بعد مسنن المشط معروف انه هو مسنن. راح ننتقل للفقره الاخيره اللي راح يكون فيها شعول وتقرا تويتر البرنامج واتصالات مع سلوم. بريك. بس اليوم دائما لابس اخضر. لا اليوم يعني انا شوفي لابسه من زمان حق اليوم. اي ما شاء الله. شو اخبارك سلوم؟ تمام الحمد لله. انت شلونك؟ زين الحمد لله. شو الدنيا فيك؟ كل شيء اوكي؟ ابي اقول شيء شاعول. قول. ابي اقول حق ماجد كل عام وانت بخير. انا بعد اقول لك كل عام وانت بخير واكيد هو بعد يقول لك وانت بخير وصحه وسلامه. وطبعا اذا تبي تحصل كومنت من ماجد تنطر بعد الحلقه لانه هو الحين يكون مشغول باتصالات اصدقائنا. انزين بس انا اسوي له باي مجود او بقى اسوي لك باي اشوف ما ادري وين اشوف انا. سلوم. نعم. تبي نبلش ناخذ اتصالات ولا تبي نقرا تغريدات بتويتر؟ اتصال اتصال يلا. انا احب الناس تتصل وتقول لي هاي. شو تقول لك؟ هاي هاي. اوكي يلا قول الو عشان يقولوا لك هاي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك روح الكرار؟ الحمد لله تمام. ايش اخبارك سلو؟ تمام انا الحمد لله بخير دوم يا رب. ليش ما قلت لي هاي؟ كيف ليش ما قلت لي هاي؟ هاي ايه جي هاي سلوم. هاي سلوم. ايديها ايديها قولي شلونك؟ تمام الحمد لله. مشاعل وياك. روح الكرار. هلا حبيبي. السلام عليكم. شلونك الغالية؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شو اخبارك؟ حبيبتي طبعا عندنا سلوم قاعد ينتحر ويصعد ينتحر ويصعد. روح الكرار مشاركتك الغالية. اسلمي لك شعولة طلعتها بليل. ثانك يو. ايش رايك عجبتك الطريقة؟ اي حلوة وايد. راح تسوينها؟ ما ادري افكر. فكري سويها هذه موضة موضة. شوفي رفيجاتي من الصبح راح تلوم شعري كشة كذي. أنا راح أسويها بعد. والله تدرين ليش أنا أقول لك هذه؟ لأن يوفر علينا سشوار أو. لا الحمد لله ما تطفى شعري يعني. شلون؟ الحمد لله ما استشوره. إيه عندك نعمة إنك ما تشون شعرك. إيش بالعافية حبيبتي. سلوم إيش فيك؟ شوفي سلوم إيش فيك؟ فيك؟ أنا لازم لما أمسك شعري أسوي كذي. زين. يعني ما يصير ما يصير. يعني شنو؟ تدرين شلون؟ شلون؟ لازم لحظة. شلون؟ خلاص خلاص. روح الكرار بتقولين تحياتك؟ قولها حبيبتي حق منو؟ تحية إلى منيوش عاشقة عيال مال الله إلهام نور من البحرين بدون محمد حال نور اليوف زوجي خلود لعنزي وجاي من العراق حالة شرف وجروب أشاق عبود وجروب أشاق عولة وجروب أشاق طول ماجد وحكم يحلى مذيعين. فال عراضي وانتي؟ ما شاء الله. وأقول الله يجعلها أمطار خير على بلاد الحبيبة عمان. وأقول لحمسة وفاك العام وانت بخير. وأقول لماجد الله يوفقك في الدراسة وعبال في الخارج يا رب. إن شاء الله يا رب. أنا أوجه تحية وأوجه حق حسن ولد أختك تحية بعد حبيبتي. تحية كبيرة لك يا روح الكرار. مع ألف سلامة حبيبتي. أنت بتلعبين روح الكرار؟ إي هذه. يلا نلعب وناخذ اتصال آخر معنا ونقول ألو. ألو.
لولوة. نعم انا اقول شلون شي لولوة؟ انا اقول بعد عصب يلا قول لولوة. نعم سي هاي. هاي شلونك؟ زينة. كملي بالانجليزي. احنا خليك ويا مشاعل ويا اللعبة. اوكي اوكي يلا لولوة انت راح تبرري روح الكرار في هاللعبة لعبة سيارات ونشوف منو فيكم عندها معلومات اكبر. نشوف اللعبة مع بعض على الشاشة. يلا روح الكرار راح نبلش معك. صح ام خطا ضد كلمة عمار خراب؟ صح صح. عفية عليك. احنا حاطين اسمك الحقيقي مو نكنم. الحين نروح حق لولوة. لولوة مفرد كلمة نهر نهور صح ام خطا؟ خطا خطا. وجابت الصحيحة لان مفرد كلمة نهر انهار او جمع كلمة نهر انهار. خديجة او روح الكرار تسمى الوجبة التي تؤكل صباحا غداء؟ خطا خطا لانها تسمي الفطور. تسمى الفطور عفوا. الحين ننتقل للولوة. فطور لولوة صح ام خطا؟ الكاسكو حيوان مفترس. حتى خطا خطا. وجابت الصحيحة عفية عليك. بس انا يفترسني. ننتقل الحين لي روح الكرار. فبراير وديسمبر من اشهر السنة الهجرية صح ام خطا؟ فبراير وديسمبر من اشهر السنة الميلادية. ديسمبر شهر ميلادية؟ خطأ. سمعي كلام ليمك. خطأ. وجابتك صحيحة عفية عليك. سيارتك راح تنتقل لان فبراير وديسمبر ليست من الاشهر الهجرية او ليست من السنة الهجرية. يتكون او تتكون السنة الميلادية من 11 شهرا صح ام خطا؟ خطأ. عافية عليك. من كم شهر؟ 12 شهر. عافية عليكم يا حلوين ثنتينكم فزتوا معانا ومع ألف سلامة. برد هيا طلب حاجك صوت ما يطلع من هيك صوت. شنو هذا؟ صار يلا خلينا نقرأ تغريدات. هي عندنا مثلك مثل ذاك القمر مال اثنين لا لاحزولك زاد الدنيا حالة. تحياتي عبود وسلوم من زهراء. شكرا زهراء. ما تنسين علي زهراء حبيبتي. شكرا زهراء انا احبها وايد. هي بعد تحبك وايد. شعولة تدرين اني كل يوم كذا تسريحة شعري؟ يلا ممتاز زي لقيت احد يأيدني. اما كذا ولا بلاش يا ويل سامحها ورادو. ممكن تسكت؟ نعم اقول ممكن تسكت؟ احاجيك حاتيني. لا تخليني ابلش. ها بلش. انا شايف الحلقه ايش حاطه انت. يا ويلي والله العظيم يا عبد الله. اي عبد الله؟ هو عبد الله. والله العظيم يا عبد الله هذه بلغه التهديد يا عبد الله. تعال ايش وانا كل شيء انا مالي شغل فيه. انا جماد. انت جماد. اي وراك انسان. يلا السلام عليكم. مساء الخير مساء الورد. هلا شلونكم؟ تحياتي لربي وحكم عبود شعولة وكل الكناترة والكنترول ماجد. يقول لك العام انت بخير من حوار عضيف من البحرين. تحية كبيرة لها. سلوم نفس صوت عبد الله. هو عبد الله؟ لا سلوم هو سلوم وعبد الله هو عبد الله. ايه. ويك. حتى نفسه ما سلمت منه. عندنا مساء الورد. تحياتي لكل صديقاتي عبود يقول شعولة احبك حيل من هدونة. شكرا يا هدونة. احلى هاي حق احلى سلوم منور. هاي كيكر سلوم منور. عبود اي منطقه زرت عمان؟ عبود اللي تحت الحين بالعاصمه مسقط. اذا انت ليش تجاوب السؤال حق عبد الله؟ انا كنت وياه. اوكي. ما يروح مكان الا انا وياه. حلو. وباكر ان شاء الله راح نكون برج خليفه. يا قاعد تحرني بعد مو الاسبوع اللي وراه اللي عقبه انا اكون موجوده منك ان شاء الله. بالعكس يعني انت اقعد انت وعبود هني بالاستديو. ماكو مشكله. يلا نعم. مساء الخير شعول عبوس واخباركم شلونكم؟ شكت لكم كثير وكل عام وانت بخير. ماجد عقبال 100 سنه احبك. شعول عبوس ميجو من ميجو ما ادري. ناخذ اتصال. مروه
ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخبارك مروة؟ الحمد لله تمام حبيبتي. الحمد لله طيبة. مروة تلعبين معنا؟ أوكي مو مشكلة. عقب وجهت حياتي. حاضر من عيوني. واتصال آخر بثينة. ألو. شوفي شلون قلت غير أنتي. بثينة شلونك؟ الحمد لله تمام. شخبارك؟ الحمد لله طيبة حبيبتي. الحمد لله بخير. بثينة راح تلعبين مع مروة بعدها راح ندردش كلنا أوكي؟ اوكي هلا 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 والله الله يلا نلعب يلا امشي بلش مع مروه اختار يلا مروه اختاري حرف اي بثينة بي مروي على قولت بثينة اي بثينة اي شاطر بي بي مروة بثينة لحظة دي هدي شنو دي 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 مروة سي سي شطار بثينة بي سي لا سي أوكي سي سي اوكي مروه بي لا بي اوكي لا بثينة بي بي وانا خلصوا البي خلصوا اوكي مروه سي سي بس مروه بثينة مروي الحين قولي هلا 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 يلا سافوا مع بعض خلاص شو تسولفون؟ زين شو أخبارك؟ الحمد لله تمام وش أخبارك؟ الحمد لله تمام حبيبي والله ما فهمتوا الكلمة بينات سافوا تلفون دقوا على بعض مع السلامة مروة بثينة سولفوا بالتليفون هلا بنات شلونكم؟ الحمد لله تمام وش أخبارك؟ وايد شكلكم فرخة طبعا تحية حق مروة وتحية حق بثينة أعتذر منكم على توجيه التحيات بس ما عندنا تايم فلازم نختم في أسرع وقت ممكن لأن حلقتنا اليوم انتهت بقول شكرا سلم شكرا لكل أصدقائنا تواصلوا عنا شكرا لكل اللي تواصلوا معنا من خلال تويتر البرنامج نلاقيكم إن شاء الله في حلقة الويكند غدا مع السلامة. ترانا الحين خلصنا رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا اطفال يلا يا حلوين رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا اطفال يلا يا حلوين راح نسال ونلعب راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب Let's get your ass out of here.